بالحقيقة يعني أتى هذا الحفل اليوم بمناسبة افتتاح مركز شرطة نظران النموذجي الذي تم إنشاؤه من قبل الحكومة المحلية في محافظة البصرة وبالتعاون مع الأمم المتحدة في برنامجهم الإنمائي اليو أن دي بي. بالحقيقة هنالك فلسفة جديدة واستراتيجية جديدة هو كيفية إشراك المواطن مع الأجهزة الأمنية وكذلك التحول من الشرطة المحلية إلى الشرطة المحلية الخدمية على اعتبار أنه الأجهزة الأمنية واجبها الحقيقي هو في تقديم الخدمات وليس عسكرة الأجهزة الأمنية. وأتى هذا البرنامج أو هذا اليوم الذي أطلق عليه اليوم المفتوح كي يكون هناك تقارب مع المواطنين في مناطق نظران والبصرة بصورة عامة وتبادل الرؤى والنقاش لأهم مخاوف ومعوقات هدم هذه الفجوة الموجودة ما بين الأجهزة الأمنية وما بين المواطنين من أجل الخروج برؤية موحدة من أجل توفير الأمن وتحقيق الأمن في محافظة البصرة. يأتي تنظيم اليوم المفتوح في مركز شرطة نظران هذا اليوم انبثاقا من مبادرة مركز الشرطة النموذجي الذي هو أحد هذه المراكز في العراق والتي تتمثل في تحسين الإجراءات الشرطية داخل المركز الأمني وتسهيل دخول المواطنين وتلقي شكاويهم والاستجابة أيضا لنداءاتهم بكل كفاءة وسرعة وبالتالي تغيير الصورة النمطية عن رجل الشرطة وزيادة الثقة والتعاون ما بين رجل الأمن والمواطن في منطقة الاختصاص لأن المواطن هو ركيزة العملية الأمنية وهو هدفها وغايتها ووسيلتها أيضا. حضرنا اليوم مع جملة من رؤساء الدوائر والمؤسسات الخدمية وشهور العشائر والأساتذة الأكاديميين بالإضافة إلى ضباط قيادة شرطة البصرة. هناك جملة من الأمور تحدثنا عنها بخصوص هذا المركز الذي يعتبر نواة في إنشاء مراكز متخصصة أخرى لمعالجة الجريمة بالإضافة إلى أن نعرف أن هناك المؤسسة العسكرية في حال انتهاء الخطر تتحول من مؤسسة عسكرية إلى مؤسسة خدمية فلذلك سارت قيادة شرطة البصرة على هذا المنوال في تحويل بعض أمورها إلى أو مراكزها إلى مؤسسة خدمية تخدم المجتمع البصري بصورة خاصة. اليوم متعرفين إحنا مجتمع شرقي وصول المرأة إلى مركز الشرطة بنوع من الصعوبة فافتتاح هكذا مراكز نموذجية راح يكون حل جذري وحل صحيح لتخليص المرأة من معاناة مراجعة مراكز الشرطة فبدوري كمرأة وكرئيسة منظمة أساند هذه الخطوة وأباركها وأيضا أقدم الدعم المعنوي ويعني أتكاتف مع قيادة الشرطة بهذا الموضوع. والله النقاط واضحة احنا عندنا عدة شكاوي والمركز اليوم ضروري بالمنطقة وبدنا بعد أكثر وأكثر لأن يعني عندنا أمور عشائرية وعندنا إفلات مال شباب وعندنا جرائم مستمرة فإحنا نبادر بهذه المبادرة مال المركز النظران جهود مشكورة ونشكر قائد الشرطة ونشكر ضباطنا الداخلية كاف إن شاء الله بأقرب وقت يكون مركز ثاني ومركز ثالث إلى أن نصل إلى جميع مراكزنا في محافظة البصرة نموذجية ومتكاملة نشكر الأخوان